جهود كبيرة بذلتها الدولة بعد ثورة 30 يونيو في العديد من المجالات، ومن بينها التعليم العالي. نجاحات الدولة في هذا المجال أسفرت عن قفزة كبيرة في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي المصري. قفزة كبيرة قطعتها المؤسسات التعليمية والعلمية المصرية في المؤشرات والتصنيفات الدولية فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، باعتبار تلك المؤسسات أساس الإعداد لمتطلبات سوق العمل. وخطت الدولة خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً. جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي خلال 8 سنوات، والقفزة التي حققتها الجمهورية الجديدة في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي، كانت محور إشادات من المؤسسات الدولية، حيث أكدت وكالة فيتش أن مصر تواصل تقديم بعض من أفضل الجامعات في المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة، وهو ما انعكس في إدراج بعض الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم. وأوضحت فيتش أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية بالقرى المصرية، حيث تتضمن أهدافها تأسيس بنية تعليمية قوية وجامعات حكومية وخاصة بجميع المحافظات، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية. بدورها أشادت منظمة اليونيسيف إلى قيام مصر بتأسيس بنية تحتية رقمية لدعم نظام التعليم، كما أن استثماراتها طويلة الأجل بالتعليم الرقمي خففت من وطأة جائحة كورونا عبر التحول إلى التعلم عن بعد أثناء الجائحة. هذا وتوقعت مجموعة أوكسفورد للأعمال أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عدداً أكبر من الطلاب، مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكدت أن الاستثمار الخاص في البنية التعليمية يعني أن النظرة المستقبلية لطلاب مصر مشرقة. وأعلن تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية وزيادة التغطية الجغرافية، موضحاً أن أداء المؤسسات التعليمية خلال جائحة كورونا جاء مقبولاً وملائماً فيما يتعلق بالجاهزية للتعامل مع الأزمة، وكذا ما يتعلق بتطبيق أنماط التعليم عن بعد.